ربما تعنت الإدارة هي اللي كانت كتزيدنا إصرار وكتزيدنا أننا نزيد ونصمدو وأنه كنعرفو بأن راه المطالب ديالنا عادلة ومشروعة. إلا كنتي باغي تدخل الطالب بالفلوس كان بالإمكانك أنك دير كلية خاصة ماشي كلية عامة للعموم. هي نقدروا أننا نسحبو لكن بشرط أنكم هادو اللي كانوا كيجسدو المبيتات الليلية وكانوا كيموتوا بالبرد وكذا أنهم تعطوهم النقاط الجيدة إذا بهم كيتفاجئوا أنهم طفاو عليهم الضو طفاو عليهم الماء سدوا عليهم لي سال ديتود ما خلاو لهمش البلاصه كاع فين يباتوا إلا أنهم يباتوا في الساحة الكلية منهم. كان هذا هو القرار ديال الجمع الطلابية. من بعد فجأة الأستاذ نرجع للصلب الموضوع فجأة الأستاذ كيحاول يتناقش معنا قلت لها أنا قلت لها أستاذ راه إلا بغيتينا نسحبو أنك خصك تفاليدي كاع لهادو اللي ناضلو. من بعد جا واحد الضجة وكان الطالب هذاك نقاش اخر قال لهم راه الطالبه كانت بغات تبيع الماتش وتشري وكانت قالت لهم فاليدي وليا بوحدي. انا ما قلتش فاليدي وليا بوحدي انا الجموع الطلابيه اللي خرجوا بالقرار ديال انهم يتفاليداو كل شيء وتا النقاش كنت باغا انا بوحدي نمشي انا كشكل شخصي وغادي نطلب الحوار بوحدي للاداره ونقول لهم اودي فاليدي ليا نمشي بوحدي ونسحب. ولكن ردت الفعل الاستاذ يعني من بعد ما طرحتوا عليه انه يفاليدي دوك الناس اللي تما يعني شنو كان واش تجاوب مع الكلام ديالكم ولا لا؟ ما كانش استجابه لهذا الموضوع نهائيا. قال لك هذا الامر ما نقدرش نناقش فيه حيت انا هو قلت لك استاذ ماشي الاختصاص ديالو هو استاذ الاختصاص ديالو كتابه تما من داخل الكليه يعني هو كان غير رأفه منه انه كيحاول يجي يسلف الامور حيت كيشوف الاداره انها كتعنت في الحوار كان كيجي امه هو بالطبع الاداري عنده انه يجي يناقش شويه معنا ويحاول يقنعنا. من بعد قال لك ما قال لك انا الحاجه الوحيده التنازلات وداك الشيء راه ما غادي يكونوا حتى دوز الامتحانات يعني راه كاين القمع على اساس اننا النضال نيت محاربه النضال من داخل كليه الحقوق بهذا المفهوم. يعني قررتوا انكم تقاطعوا الامتحان ثم خرجنا بقرار ان مقاطعه الامتحان ستكون. يعني الكليه ديال الاداب والكليه ديال العلوم يعني تم تاجيل ديال الامتحان ديالهم بخصوص الكليه العلوم استجبوا وتم تاجيل 31. اما فما يخص بكليه الادب كانوا دايرين قبل انه من 12 وقبل من 10 ولا 12 هكا غيدوزوا. كانت لجنه الحوار تم الاقناع بيناتهم دخلوا هضروا مع الاداره الاداره قنعتهم بانه راه 12 هو السليم اليوم انهم يدوزوا يعني كان واحد الحوار بين الطلبه وبين الاداره بهذا الشيء اللي ما لقيناهش حنا في الكليه الحقوق ديالنا انه غير يكون حوار ومحاولات اقناع وانه يقولوا اسباب اللي خلاتهم تعنت هذا الشيء اللي ما لقيناهش. كتقولوا بانه كون كان حوار جاد مع الاداره تقدروا انكم تدوزوا الامتحان في نفس النهار اللي حددوهما بدون مشاكل. ربما تعنت الاداره هي اللي كانت كتزيدنا اصرار وكتزيدنا اننا نزيدو نصمدو انه كنعرفوا بان راه المطالب ديالنا عادله ومشروعه. اذا بينا فاش رجعنا لسميتو الكليه باش اننا نجسدو المبيت ليلي كاينين الطلبه وكنا تفرقنا لجان كاين اللي غيكون بالليل وكاين اللي غيكون بالنهار. انا كنت من اللجان اللي خصني نبقى نكون بالنهار وكاين الطالب الاخر اللي غيكون بالليل. اذا بهم كيتفاجئوا انهم طفاو عليهم الضو طفاو عليهم الماء سدوا عليهم لي سال ديتود ما خلاو لهمش البلاصه كاع فين يباتوا الا انهم يباتوا في الساحه الكليه منهم السمراء واحد السمد البرد كانوا كيعانوا اشد المعاناه شحال من طالب استنزفوا تما. كاينين طالبات هما تعرضوا بزاف للاستنزاف وفاش من بعد هنا بدات يعني القصه ديال المبيتات الليليه وديال الاغماءات وديال بزاف ديال الامور من تما فعلا. جسدوا داك النهار المبيت الليلي كنت انا هبطت على اساس اننا نديروا جنات الحوار واننا نعاودوا نطلبوا الحوار مع الرئيس مع العميد الكليه. فاش طلبنا عاوتاني الحوار على اساس اننا نتحاوروا قالوا لنا سيروا حتى الجوج واجيب. بقينا كنتسناهم تما حتى الجوج لا حتى الثلاثه بالضبط اللي قالوا لنا على اساس بين ما يساليوا لي ماستر ليكزام ديالهم وما غاديش يكون الحوار. الطلبه ارتأت انهم بانهم راه غيكذبوا علينا ما غيكون لا حوار لا والو قالوا غنمشيو اننا نطلبوهم اننا ندخلوا من البيبان اللي غيدخلوا لي ماستر. مشينا على اساس ندخلوا البيبان سادين علينا كاع حنا اللي البيبان. فاش بقينا واقفين حتى حنا قلنا الا دخلوا لي ماستر حتى حنا ندخلوا حيت حنا طلبه من ديك الكليه من حقنا اننا ندخلوا حنا جزء لا يتجزا من الطلبه. هادشي كله كيوقع داخل الكليه. الكليه
واحد الطريقه تعاملوا معنا بواحد الاحتقار نيت لي هو احتقار كلي للطالب، درجه ديال السيكوريتي فاش قال لي واحد الطالب حتى انا بغيت ندخل قال لي واش انت عندك 4 المليون باش انك تدخل، قال لي علاش خليتي ديك الطالبه تدخلها، قال لي هذيك عندها 4 المليون. الا كنتي باغي تدخل الطالب بالفلوس كان بالامكان انك دير كليه خاصه ماشي كليه عامه للعموم ومن بينها يكون فيها اقصاء اللي داخلين بالفلوس اللي ما داخلينش بالفلوس، حيت كلنا ماشي حيت انا ما عنديش ولا الظروف الماديه حكمت عليا انه ما يكونش عندي انني ما نستاهلش نقول في ماستر وانني ما نستاهلش، ربما خصهم يخضعوا ما هو فكري ما هو علمي شنو المحتوى ديالي من داخل المحتوى العلمي اللي كنمتلك ماشي هو شنو هما القيمه الماديه ديالي، هادو هما الاسباب اللي خلات التعليم تيرجع للور، مع العلم انه قطاع اللي هو قطاع حيوي خصو يكون يراعي وليه، لانه راه الدول المتقدمه راه التعليم هي اول شيء كيحطوه. باش نبقاو يعني في الامور اللي خلقات واحد الضجه، كنتي انت وواحد الشخص اخر كنتو كتبانو في الواجهه بزاف، كانوا معكم الطلبه ديال العام الاول ديال الليسان. نوضح لك بعدا قبل كيفاش طرات من بعد، واخا غير باش تشرحي لي اكثر، يعني انت واحد طالب اخر كنتو نتوما كتبانو في الواجهه اكثر، يعني نتوما ما حاولتوش انكم تدخلوا الاداره وتحاولوا تطلبوا معاهم حوار غير بجوج؟ لا، ربما عندنا اعرف من داخل الاتحاد الوطني لطلبه المغرب ما يمكنليش انني نتفرز انا بشكل ذاتي، خص الجموع الطلابيه تكون واحد الحلقيه تقريريه هما اللي يفرزوا لجنه الحوار، حيت ما عندناش القياديه من داخل الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، يعني الجموع الطلابيه هما اللي تيفرزوك من داك الشكل. ولكن في ذاك النضال كنتي كتباني غير انت وواحد الطالب اخر. لا، ربما بالحكم ديالي التجربه ديالي في النضالات وانني جست مجموعه ديال النضالات والمعارك النقابيه كنت كنكون فيهم كانت عندي معرفه، كنلاحظ بان الطلبه ما كانتش عندهم معرفه على مستوى النضال، حيت كليه الحقوق كان ديما النضال كيتكسر فيها، كان ديما الوسائل القمعيه كانت تهديدات وكانت ما عمرها انها تحركت باش انه يكون النضال بهذا المستوى ولا انه يطلع يكون النضال، حتى لهذا العام هو فاش كان تحرك النضال تما، وكان انا من المسانده ديالي انني بشكل اللي هو الزامي عليا انني نوجه الطلبه باش انه ما يطيحوش في اخطاء ولا انهم يديروا مجموعه من الامور، داكشي باش كنت انا هي السبب انني نكون في الواجهه، او لا بعض المرات كان كيتحتم عليا انني نكون في الواجهه فاش كنقولوا شكون اللي يهضر تيقولوا لك انت، شكون اللي يسير كيقولوا لك انت، يعني الجموع الطلابيه هي هما اللي كانوا تيقولوا لي يعني انت اللي ديري، كنت كنرفض بعض المرات انني كنقول لا ما نكونش انا في الواجهه خلي واحد اخر يهضر منها يتعلم منها مجموعه من الامور، ولكن كانوا هما بالرضا ديالهم تيقولوا دخلي، وكنت كنتفرز بشكل ديمقراطي. باش ما نطولوش اكثر على المشاهدين، غنمشيو للنهار الاخر او النهار ما قبل الاخر ديال ليكزام، شنو وقع تما؟ النهار ما قبل الاخر ديال ليكزام تعرض الطالب كما اشرت انه الاستدعاء، حتى انا صنعوا عليه صحاب الدار تيقولوا لي راه جا وتيسولوا عليك، راه المقدم جا تيسول عليك شنو كاين، شنو التساؤلات ديالهم كانت مطروحه، ولا ربما راه اشرت لك هذه الهضره في الفيديو السابق، اذا بيا تيقولوا لي فاش وضحت العائله ديالي بانني راه كنهضر غير على تاجيل الامتحان، قالوا لي صافي بما انك يعني حقوق لي عادله مشروعه يعني من حقك غير عرفي شنو كديري، هذه هي الامور اللي خلاتني انني نزيد النضل، لان والديا كانوا عندهم ايمان منهم انني كنطلب شي حاجه من حقي. من بعد تما لقينا الطالب بانه من بعد ما تعرض للاغماء ومشى للسبيطار، كان مجسد من ما بيت الليل ومشى للسبيطار، جا واحد الاستاذ حياه الله حيت هو الوحيد اللي كنا كنلقاو بعدا كيجي كيتحاور معنا بالاداره، علما انه ماشي الاختصاص ديالو، ولكن اموا كنلقاو بان شخص من الاداره كيجي يحاول انه يهضر معنا وانه يقنعنا، كيتعاطف معنا بواحد المستوى انه كيعرف باننا راه كنضلو على الحقوق ديالنا، كيحاول انه يوقف ديك المعركه النضاليه بامور سليمه. جا ناقش معنا قال لك لا واه خصكم تمشيو بحالكم، راه مقاطعه الامتحانات ما غاديش تكون، راه غير كتضيعوا راسكم، وكنا ديك الساعه خدينا خطوه ديال الاضراب على الطعام، يعني واحد الخطوه اللي هي ساعدنا اكثر نيت باننا وصلنا لواحد المرحله ديال اننا مامنين بان راه من حقنا التاجيل، حيت الكليات كاملين خضعوا للتاجيل الا حنا. جا الاستاذ حاولوا كيتناقشوا مع الطلبه على اساس استاذ عفاك درت تنازل للطالب حمزه وحيد كاع دوك المجالس التاديبيه للطلبه اللي كينضلوا كاملين، وكان كيطلبوا منه انه يتعاملوا مع الطلبه وما يستهدفوش بشكل كبير ويحاولوا داك القمع ما يكونش. كل الاستاذ قال لهم هذا الامر غادي نهضروا فيه من بعد
انكم تبينوا لحسن النيه ديالكم وتخليوا الامتحانات يدوزوا في ظرفيه ظروف جيده. من بين النقاش اللي كان تار كان في المعتصم قبل من ديك الليله اننا هضرنا ان المعركه واش غناخذوا ان نقدروا اننا ناخذوا خطوه المقاطعه ولا نتراجعوا. بدينا كنشوفوا اننا مجسدين ما بيت الليل بينا شي 20 ولا 30 بحال هكاك، كنقولوا حنا ما كافيينش باش اننا نقدروا نديروا خطوه المقاطعه، يعني خصنا نخرجوا، يا اما نخرجوا منهزمين وديك المده كامله اللي كنا مداربين ديال النضال اتمشي داك الاضراب على الطعام المسيرات، يعني ضيعنا في وقت باش اننا نزيدو نبريباري، ضيعنا شويه الوقت فاش اننا كنا كنناضلو. ارتأت الجمعيه الطلابيه وقالت نقدروا نديروا واحد الخطوه الى قبلوا انهم هاد الطلبه اللي ناضلو واللي ضيعوا كان الهدف ديالهم هو الحصول على النقاط الجيده انهم يجيبوا المونسيو. نقترحوا عليهم يعني كمقترح انهم نقدروا اننا نسحبوا، لكن بشرط انكم هادو اللي كانوا كيجسدوا المبيتات الليليه وكانوا كيموتوا بالبرد وكذا انكم تعطيوهم النقاط الجيده، وكاين اللي وصل 10 زعما وصلوا ل 12 وما يوصل للمونسيو. كان هذا هو القرار ديال الجمعيه الطلابيه. من بعد فجاء الاستاذ، نرجع للصلب الموضوع، فجاء الاستاذ كيحاول يتناقش معنا. قلتها لي انا، قلت لها استاذ راه الا بغيتينا نسحبوا انك خصك تفاليدي كاع لهادو اللي ناضلو. من بعد جا واحد الضجه وكان الطالب هذاك نقاش اخر قال لهم راه الطالبه كانت بغات تبيع الماتش وتشري، وكانت قالت لهم فاليديو ليا بوحدي. انا ما قلتش فاليديو ليا بوحدي، انا الجمعيه الطلابيه اللي خرجوا بالقرار ديال انهم يتفاليداو كل شيء، وتا النقاش كنت باغا انا بوحدي نمشي انا كشكل شخصي وغادي نطلب الحوار بوحدي للاداره ونقول لهم اودي فاليدي ليا نمشي بوحدي ونسحب. ولكن ردت الفعل الاستاذ يعني من بعد ما طرحته عليه انه يفاليدي لدوك الناس اللي تما، يعني شنو كان واش تجاوب مع الكلام ديالكم ولا لا؟ ما كانش استجابه لهذا الموضوع نهائيا. قال لك هذا الامر ما نقدرش نناقش فيه، حيت انا هو قلت لك استاذ ماشي الاختصاص ديالو، هو استاذ الاختصاص ديالو الكتابه تما من داخل الكليه، يعني هو كان غير رأفة منه انه كيحاول يجي يسلف الامور حيت كيشوف الاداره انها كتعنت في الحوار، كان كيجي هو بالطبع الاداري عنده انه يجي يناقش شويه معنا ويحاول يقنعنا. من بعد قال لك ما قال لك انا الحاجه الوحيده التنازلات وداك الشيء راه ما غادي يكونوا حتى دوز الامتحانات، يعني راه كاين القمع على اساس اننا النضال نيت محاربه النضال من داخل كليه الحقوق بهذا المفهوم. يعني قررتوا انكم تقاطعوا الامتحان؟ ما خرجنا بقرار ان مقاطعه الامتحان ستكون. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.